انا عايزه افهم ايه موضوع طنط نجوى. وطنط نجوى ده اصطلاح عملته عشان اعرف الضيف ان احنا بنهزر، يعني في وسط الكارثه اقول له انا حماتي نسيت الاشارب بتاع طنط نجوى ولازم اروح اجيبه. ففي ناس يقولوا طنط نجوى ايه دلوقتي؟ يعني برضو ايه ده ايام البرنامج بقى ولا ايه؟ لا برنامج حقيقي كان برنامج لذيذ جدا، وانا كنت بتابعها حقيقي بحبه، يعني لقيتك لذيذ وعامل الدور حلو قوي. شكرا يا فيفي. بس مش غريبه بقى انك تقول ان كل اللي فات ده ما اقدرش الغيه، لكن يعتبر حمل بالنسبه لي. ما انا ما اقدرش الغيه. والبرنامج ده الولاده، انت يعني كان حملك طويل قوي وده الولاده. يعني زي ما تقولي، اصل ناس كتير يقعدوا يقولوا لي اعاده اكتشاف اعاده اكتشاف، بقول لهم ما فيش حاجه اسمها اعاده اكتشاف، ولكن دايما في توقيت جيد في عرض. مثلا طبعا احنا لما بنخش عمل بيبقى انت عارفه بنحاول كلنا نخليه احسن عمل في حياتنا. طبعا يعني بنخلص عمل نخش اللي بعده بنديله اهتمام طول الوقت. فانا ما اقدرش الغي كل الناس اللي تعبوا معايا قبل كده او اللي علموني. يعني انا ابتديت مع استاذ عاطف سالم اول مره، وبعدين اشتغلت مع ابويا بعد كده، وبعدين فضلت كتير اشتغل مع ابويا، واشتغلت مع استاذ علي عبد الخالق ونادر جلال وسمير سيف وناس كتيره جدا. مدرسه طبعا. فكلهم كانوا بيدوا لي ادوار صغيره. ادوار اشمعنى يعني؟ لو كانوا بيدوا لي ادوار كبيره من اياميها كنا خلصنا، كنت اتولدت من زمان. عشان اسباب يعني انت عارفه، كان يعني دلوقتي ممكن يدوا ادوار كبيره على طول، الظاهر ما عادش فيه اشكال دلوقتي خلاص. دلوقتي يعني بيثقوا في الناس بسرعه. طب ليه؟ السبب؟ السبب ممكن تكون مراحل سنيه. ان اللي مكتوب يتناسب مع مراحل سنيه اصغر من النجوم، وما بيكتبوش للنجوم السوبر ستارز كتابات تليق على مراحلهم السنيه، فبيجيبوا شباب بقى الطلب رقم واحد السن يعني. طب ما انت اختاروك في فيلم السكريه. ما هو كان نفس السبب، كان نفس السبب انهم كان وقتها عايزين احفاد ما يبقوش شباب ولا اطفال، فكانوا عايزين المراحل اللي هي 15 16 سنه. فاياميها بقى كان الاحفاد كتير، احفاد سيد احمد عبد الجواد كتير. فاشتغلت فيه انا وكان وجدي العربي ومحمد العربي وحياه قنديل، ودول كانوا الاحفاد بتوع سيد احمد عبد الجواد. وبعدين بعد السكريه كان دور كبير، والاستاذ نجيب محفوظ بقى يعني ما بيكتب شخصيه ما بتخرش الميه. انت ابتديت بدور كبير اهو. ما هو دايما كده، دايما كده يعني، تبتدي كده وبعد كده بقى تكتشف انك لازم تكافحي. تكافح. والدور ده ما كانش، كان مع ابوك مش كده؟ كان مع ابويا الله يرحمه. كده بقى الله يرحمه ادالك دور كبير بقى. هو طبعا يعني طب في استاكوزا ما انت كنت في السكريه ما فيش حاجه اكبر من السيد احمد عبد الجواد في الثلاثيه. ايوه يعني، لكن هو كان دور، هو نجيب محفوظ اي يعني لو خمس مشاهد هيبقوا مع احترامي للكل فيهم قوه بهريز. طبعا بيبقى الشخصيه موزونه قوي قوي وحلوه قوي. بس في استاكوزا ما خدت دور كبير. لا مش كبير، احمد زكي اللي كان واخد دور كبير ورغده. وانت كمان؟ لا انا كنت بساعدهم بس. طب بساعدهم بس الدور برضو كبير. هو استاذ عبد الحي اديب بيحبني قوي، وناس الدغيري بتحبني قوي، وما يقدروش يطلعوا الغردقه من غيري. دايما الناس تقول لي مش هطلع ما يصوروا في الغردقه، يمكن عشان الطبيخ او في شرم الشيخ، يمكن عشان الطبيخ، عشان النكت، عشان بنقعد نقول نكت واحنا رايحين. طب ما تقول لنا نكت. طب طالما دم خفيف كده لازم تقول لي نكت. لا لازم احمد زكي يبقى موجود وايناس. الله يعني انا مش كفايه؟ هم بينكشوني والساده المشاهدين اللي يسمعونا مش كفايه. اولا بيبقوا مصحيني بدري، يقول لي الكاميرا 6 الصبح بذمتك ده كلام؟ يصحوك 6 الصبح؟ فطبعا ببقى نصف نايم، فبقعد اقول كلام عجيب. هستيريا يعني اي كلام؟ هو بيبقى الواحد بقى يعني 6 الصبح رايحين نشتغل، ده كلام عجيب جدا. ما بيحصل ان في بقى اوردرات كتير 6 الصبح. ما انا عارف يعني، الواحد بيبقى نايم بقى له 10 دقائق، احنا بننام 6 ل 10. عشان كده. استاكوزا ذكرياته جميله قوي. طب برضه قول لي نكته من النكت اللي كنت بتقولها له. واحد لقى مصباح علاء الدين قعد يدعك يدعك يدعك، الجن جاله تسلخ. دي نكت بتاعت الشاشه بس. الثانيه ما بتبقاش نكت شاشه. ما بتبقاش نكت شاشه. قول لي يا حسين، انت بتحب الموسيقى طول عمرك، ودليل ان انا جبت لك اول جيتار في عيد ميلادك. كان المفروض تجيبي لي جيتار وعربيه بس معلش، الجيتار كان على قدي، ما انا كنت صغيره كمان كنت لاقي اكل، فانا كان على قدي جبت لك الجيتار. والله لسه عندي. لسه عندك الجيتار محتفظ بيه؟ والله. طيب حكيت لاولادك عنه؟
واولادي انا دلوقتي طبعا ما شاء الله زي ما تقولي اصل الجيتارات دي بيبقوا زي ولادك بعد كده بالظبط. فما شاء الله بقى عندي 14 عيل، فبعرفهم بقى على قصه كل واحد، وفي منهم تمنهم غلي جدا لان انت عارفه كل ما يقدم يحلو يحلو ويغلى وبتاع. فاغلاهم ده سويدي، حته خشب سويدي بقى وبتاع وشغلانه، وواحد عمله لي على ايده في شيكاغو، واحد بيعمل في السنه 9 جيتارات بس تحجزي ويجيب لك خشب كده مكتوب عليه دي من عمرها 400 سنه دي 500 سنه. يعني صارف فلوسك كلها على الجيتارات؟ لا ما انا باخدهم بقى بيغلوا بعدين بربيهم بقى. بتربيهم وتبيعهم بعدين؟ ده الغالي ده عمره 22 سنه. بتبيعه يعني ولا ايه؟ لا ما انت بتصرف فلوسك. حد يبيع عياله؟ ما انت بتصرف فلوسك على الجيتارات. ما ان شاء الله العيال هحطهم في متحف بقى في يوم من الايام. وسحر ساكته ان يبقى عندها عيال ثانيه غير عيالها؟ لا ما هو ده بقى يعني انت عارفه الجيتار مؤنث على فكره، يقولوا قيصاره. جيتاره؟ يعني بنات دول، انا عندي 14 يعني بنت. يعني سحر سامحه بالجيتاره؟ بس بالجيتاره بس. بس طب ما فيش حاجه تانية جنب الجيتاره؟ ما هي اصلها مش هتخرب بيت دي بتعمر بيت ضرة تعمر بيت يعني عارفه ازاي. طب نرجع تاني لحبك للموسيقى بقى. ايه اللي خلاك تدرس فنون جميله؟ فنون جميله يعني زي ما تقولي انا كنت ساكن في الزمالك، مدرستي في الزمالك وفنون جميله في الزمالك، وبعدين لما خدت ثانويه عامه طبيعي اني اروح معهد موسيقى يعني، فروحت وامتحنت ونجحت، وبعدين بصيت لقيت كل اللي هقعد ادرسه موسيقى القرون اللي فاتت بقى باخ وبيتهوفن وبتاع، وانا عايز العب جيتار بقى وروك اند رول، فلقيت ما عندهمش جيتار وروك اند رول، فضايقت يعني قلت لهم يا جماعه انا عايز اكمل دراستي في اللي بعزفه اساسا سماعي كده. فكنت امتحنت قدرات فنون جميله ونجحت، فقلت لابويا انا هخش فنون جميله بقى، عيال شكلها حلو في الزمالك رايحين جايين وبنات حلوه شايلين لوح ومتحررين بنات الحلوه بقى على طول كده، بنات بجنسات وشعرهم عامل كده ويشيلوا اللوحه، واول لما تبص لهم يعملوا شعرهم كده واخد بالك، حركه جميله. وقلت انا هخش الكليه دي، الكليه دي بناتها احلى من بتوع معهد موسيقى واخد بالك ودخلت فنون جميله، وفعلا اساتذه كانوا هايلين يعني، اساتذتي كانوا الله يرحمه صلاح عبد الكريم واستاذ احمد نوار وناجي شاكر. ما طلع اساتذتنا كمان بيعلموكي منهج في الحياه، الفنانين انت عارفه بقى دي ناس على فكره شهره عالميه يعني لوحهم بقى بتقدر مش عارف شغلانات يعني مش وبسطه جدا في نفس الوقت، ويقعدوا معانا كده في الجنينه في الكليه وياكلوا سندوتش طعميه وهم ايه يعني فنانين يعني مكسرين الدنيا. فبرضو ايه علموا الواحد المجتمع الفني والرقي الفني، ودي ناس بقى هو مش مجرد رسام، ده راجل بقى عارف موسيقى كويس وفاهم مكونات الكادر ويعني فاهمين ابعاد كتيره وفلسفه في الحياه. فاستمتعت جدا يعني انا رايحه عشان اعمل حاجه اتفرغ للموسيقى عشان اشتغل بقى في نايت كلابس بقى وفرق وبتاع، فمش عايز اقعد ادرس حاجه فيها صم. لكن ما جبتش موديل وقعدت ترسمها وكده؟ لازم كان عندنا موديل طبعا، في طبيعه صامته ما حبيتش وطبيعه الموديل. حيه ما حبيتش الموديل دول. انت عارفه طبيعه صامته يعني ايه وطبيعه طب حيه؟ طب احكي لي على الطبيعه الحيه. حبينا الطبيعه الصامته. لا خلينا الطبيعه الحيه بقى يعني موديل يعني موديل بتترسم على فكره، ممكن يبقى راجل مسن هو الموديل. يا سلام تجاعيد والبتاع. وانت كنت داخل التجاعيد؟ انت كنت داخل الشعر الناعم؟ ما دول دول الزميلات. احكي لي على البنات دول. دول الزميلات. احكي لي على الزميلات. بصي هقول لك حاجه، فنون جميله تمتاز بايه اياميها انا ما اعرفش دلوقتي يعني احنا مثلا الدفعه 200 بنت و20 ولد، يعني كاننا ديوك بالظبط وفراخ مثلا، فكميه البنات فظيعه وطبعا اشطر البنات. يعني انت عارفه الستات التريكو والبتاع الرسم عايز صبر يعني. طب اول بنت في الكليه رسمتها لفتت نظرك يعني؟ المودلز على فكره انا بعد كده دخلت قسم ديكور اللي بيكملوا مودلز بقى اللي هم في قسم تصوير وحفر، زي مودي اخويا بقى كان حفر، علي الحجار كان تصوير، محمد منير فنون تطبيقيه بس فوتوغرافيا برضه صور مودلز يعني واخد بالك. بس دول بيبقوا يعني بعد شويه حقيقي الاحساس بيبقى يعني زي ما بترسمي الفازه لان انت عايزه تخلصي احسن، في نمره هتتاخد وسقوط احنا مالناش دعوه بالنمر بقى، اللي بره النمر
انت مش على فكره الزميلات بقى، خلينا في الزميلات. الزميلات بقى، اول زميله بقى لفتت نظرك كان شكلها ايه؟ اول زميله، قولي اول زميلات لفتت نظرك. اول زميلات يعني انت كانك مثلا قاعده في جنينه كل الورد حلو، فمحتاجه محتاره تقطفي مين؟ ولا الكلام ده كان قبل سحر ولا ايام سحر؟ يوه قبل سحر ما تتولد، مش قبل كده سحر. طيب يبقى خلاص يعني نعرف بقى، يعني الناس تعرف حسين الامام كان بيعمل ايه. الحب اياميها كان شبه افلام اياميها. ايه اياميها دي؟ يعني رومانسيه. طب حلو رومانسيه رجع تاني. وكان الناس تكتب جوابات، يعني مثلا واحده تحب تكتب جواب بتاع دلوقتي محدش بيكتب جواب، بيبعته ايميل. ايميل. طب انت كتبت كم جواب بقى؟ انا ما كنتش اكتب جوابات عشان ما يبقاش في حاجه ممسوكه عليا، كان يتباع دلوقتي بالشيء الفلاني يا شيخ. طول عمري لقيت. كان بيتبعت لك يعني؟ كان بيتبعت لك. وبعدين ساعات ايه بقى، تستلف كتاب قال ايه او كراسه محاضره او بتاع، وبعدين وانت بتقلبي بقى تلاقي كلمتين مكتوبين بقى، قلب مرسوم بتاع، حاجات لذيذه. طب الجوابات دي عندك ولا قطعتها؟ لا الحقيقه بقى انا للاسف وانا بعزل ضاع مني حاجات جميله جدا، من ضمنها كتب واخدها من مكتبه ابويا وحاجات نادره، لغايه النهارده انا مش عارف الصندوق ده راح فين. يعني انت لصت تضيعها ولا ايه؟ وبعدين بيني وبينك خلاص دي ذكريات يجب ان تحترم يعني كمان. طب انت خدت سهر عن حب؟ جدا عن حب. طب احكي لي بقى عرفتها ازاي. انا كنت في بيتنا عند ابويا ومعدي كده من الصاله، وبعدين التلفزيون كان شغال، فلقيت واحده بتعمل اعلان، فانا قلت انا عارف دي مين، وانا ما اعرفهاش، كانت سحر. وبعدين ابتديت الاحظ، قلت ايه ده البت دي حلوه قوي، واخد بالك. وبعدين كانت بتعمل هي فوازير اياميها بعديها بشويه، فبالصدفه انا رايح مع ناس اصحابي في الاستوديو ده بالصدفه برضو. لا مش بالصدفه، قلت لهم انتوا رايحين هناك. أيوة. وسحر قلت لهم خديني معاكم. طب شفت، وعلى فكره كانوا بنات، كانوا بنات. كانوا بيشتغلوا في الفوازير معاها. فروحت معاها وسلمت عليها وتعرفت عليها وبتاع. وبعدين كنت اياميها بقى انا عامل انا ومودي فرقه، وكنا كان لسه ما فيش كليبس، بس انا جالي افكار ان احنا نصور الاغاني دي، فكنا اياميها عايدين توزيع غنوة فطومة، وكانت مكسرة الدنيا، فعايزين نصورها، فقلت هي دي اللي تنفع فطومة قوي، وباليرينا بقى وبترقص وبتاع مش عارف ايه، وشكلها بقى شرقي، وقعدت اشوف بقى تلبس يعني حلق مخرطة فضة. بس عشان ده ولا عشان؟ لا طبعا. يعني هو المفروض ما خلطش الشغل بال، اما انا بقول كده هتجيب من بس الاخر. بس انا يعني قلت البت دي حلوة وانا عايز اتجوزها على طول كده. طب ما واجهتهاش دي على طول كده؟ قلت لها بعد شويه، قلت لها خلي بالك لازم تبقي تصرفاتك كلها كويسه عشان هتجوزك. قالت لي حاضر. والله قلت لها يعني هتجوزك امتى مش عارف، بس هنتجوز والله. اتجوزت بعد دي فتره قليله ولا بعد كتير؟ خمس سنين. خمس سنين؟ لا 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 ما انا كنت يعني ما حدش بيحب يتجوز. يعني بدات تقول لها ان انا هتجوزك من البدايه. قلت عشان خمس سنين؟ عشان ايه يعني تبقى خلاص يعني عارفه اني هتجوزها فتطمئن. كنت خطيبها مثلا رسمي واحدة ولا ايه؟ لا بس بالكلمه كده. هي لذيذه على كل يعني. وقالت لي حاضر وفعلا. وقالت لك حاضر. والتزمت. نرجع تاني للفنون الجميله بقى. يعني خدت الشهاده وشلتها. ورجعنا بقى للموسيقى. هو انا طبعا لغايه لما عاطف سالم رجعك السينما. لا تاني. هو اختارني في دور، هو كان عامل فيلم اسمه السلم الخلفي. الفيلم كل احداثه في عماره. أيوة. وكل شقه ليها قصه، ففي شقه من الشقق فيها فرقه وبتمرنوا وعاملين ازعاج وجو من ده يعني. على فكره انا صورت فيه ده. مش كده. كان على فكره أيوة. لذيذ يعني. أيوة. لان ما تزهقيش لانك بتخشي كل قصه كل شويه. فاحنا بقى الفرقه وبتاع، انا وفرقتي اللي بحقيقي يعني، ومثلنا. وبعدين بعدها بقى الواحد انت عارفه ابتدى بشويش يخش. اشتغلت مع ابويا، ودي يمكن ده ضايق الناس شويه في الوسط. هو دايما كده بتبقى يقول لك ابوه بيشغله. الوضع حساس في الموضوع ده.
وبعدين قعدوا شويه كده، وبعدين بعد شويه هم خلفوا اولادهم كبروا فشغلوا اولادهم، فبقوا يبصوا لي كده يعني عينيهم تتكسر كده اللي قالوا عليا الكلام ده، لان ما كانش لسه هم مخلفين يا عيني، فما عندهمش احساس بالعاطفه دي. انت عارفه انت ولادك يعني اللي مش هيقف جنب ولاده اساسا يبقى مش بني ادم يعني، يبقى لا طبعا الاولاد، وبالذات يعني اولاد الفنانين بيبقوا واولادهم بيبقوا غاويين انهم يمثلوا. لا واولاد الاطباء يعني. مع انك غريبه انك انت ما ابتديتش مع باباك يعني، انت ابتديت مع عاطف سالم. لظروف ان انا موسيقي وهو عايز دور موسيقي. انا اساسا الحقيقه يعني كان نفسي يعني اشتغل نوع موسيقى ملوش وجود في الشرق الاوسط يعني. كنت بلعب موسيقى في فرقه وبنغني بالانجليزي وبنلعب مزيكا روك وبتاع، ودي طبعا ملهاش يعني جمهورها محدود قوي في الجامعه في بتاع في الجامعه الامريكيه في مجتمعات عامله كده بس. وانا كنت فاكر ان انا يعني كنت معاهد نفسي هفضل طول عمري شعري طويل وبلعب جيتار، يعني مش هعمل حاجه تانية خالص. مين قص شعر شمشون بقى؟ السينما اللي قص شعر شمشون؟ الادوار اللي بتتعمل في السينما. فطبعا بعد شويه الواحد يعني كانت مرحله الادوار مش جذابه ليا كمان. مش بس هما بيقولوا ده ابن حسن الامام والكلام ده. لا كمان انا اقرا السيناريوهات يعني استغرب قوي طول الوقت الابطال كاويين شعرهم قوي، يعني كل الناس لازم يبقى شعرها ناعم، وقاعد بيحب واحده بيشربوا ليمون في كازنو النهر، يعني كل الافلام كده ما فيهاش يعني. احنا نتفرج على رشدي اباظه نلاقي الدور حلو قوي، الله طب اشمعنى اللي مكتوب؟ فايه بس انت مش يعني مننا سننا صغير، فبقيت اقول يا رب دول جينات يعني. ايوه يعني انت تلاحظ الممثلين زمان كلهم حلوين. ما انا فاهم، ما كانش واحد يخر الميه يعني. بس مش حكايه حلوين بس، حلوين وفنانين. اللي مكتوب حلو والمناخ كله حلو قوي، الشخصيه هتنطق من جوه يعني. حتى مثلا افلام شباب امراه، تحيا كاريوكا وشكري سرحان، ايوه يعني انت لو اي ست هتاخد الدور ده وانت عارفه عملت شباب امراه، واي واحد هيتمنى يعمل دور شكري ده دور دور جميل جدا. لو هتاخدي امراه على الطريق رشدي اباظه بس انت دمك خفيف، ما عملتش حاجه بقى يعني بدمك الخفيف ده ليه؟ انا ليا تجربه مع ايناس الدغيدي في ستاكوزا لايت كوميدي، وبعدين قعدت بعدها بقى ما فيش غير لغايه لما رائد لبيب جابني اعمل حسين على الهوا. طب احكي لي حاجه طريفه عن ايامك في السينما، يعني ايه مثلا ممكن تكون مريت بيه في السينما؟ كلنا بنمر بحاجات كده دمها خفيف. شوفي هو المواقف الطريفه العجيبه يعني كانت يمتاز بيها فيلمين، كابوريا وايس كريم في جليم. جميل. عمرو دياب لما اشتغلت معاه في ايس كريم في جليم، خيري بشاره المخرج، خيري بشاره انا بحبه جدا، هو يعني انت عارفه عامل ازاي. فخيري مصر ان انا الحن لعمرو، وانا مش عايز، قلت له يا خيري انا زهقت من حكايه الحن دي، انا عايز امثل في الفيلم بس. وعمرو ليه نوع معين وهو عارف طريقه ازاي، يعني هو عارف عايز يغني ايه واسلوبه ايه في الحكايه. فعملت الحان لعمرو بس ايه كنا نتخانق كتير يعني في الاستوديو. فخيري بقى ايه اول لما نتخانق بينبسط، فاستغرب جدا، مش بنتخانق يعني بيحصل بينا مشدات يعني. فايه خيري ده قبل ما نصور. طيب ايه مبسوط ليه؟ عايز يترجم ده في الشخصيتين اللي في الفيلم، هو عمال يدور ايه العلاقه اللي بين الشخصيه اللي انا بعملها زيكو ده وشخصيه اللي عاملها عمرو دياب. فبقى زي ما تقولي ايه يعني يرمي حاجه تولع البتاع عشان يعرف ايه يكون مشاهد يطلع نفس الشغل لنفسه. وانا وعمرو مش عارفين الحكايه دي. وكان في معانا مدير انتاج عنده طريقه هزار كده عمرو ما كانش بيحبها، يعني يقول يا فيفي ويعمل كده، فانت تقعدي تشوفي مين اللي ندهلك ما تلاقيش. فهو بقى ايه عشان يسخن عمرو، فريد ده بقى ايه يقعد عمرو ويعمل كده، وعمرو طبعا مرتين ثلاثه يدور مين. وانا اقول له الواد ده اللي بيقول واخد بالك. كان في يعني في شخصيات كتيره ترجمها تعمل له كده ترجمها جوه مكسر الدنيا ده ترجمها. انا هقول لك حاجه في كابوريا، خيري بشاره
كان شغل دائم الحقيقة، دائم حتى أثناء التصوير. آه. بالليل يقول لي ما تمشيش، هنروح نشوف كذا عشان عايزين نعمله في السيكونس الفلاني والسيكونس العلاني. اللي عايز أقول لك ذكريات الفيلم ده، أن آخر يوم تصوير الكاست كله عيط أن الفيلم خلص، أنه خلص، الناس ما كانتش عايزة الفيلم يخلص، حابين بعض. آه جدا. آه. آه. بقت يعني دي من الحاجات القليلة اللي ما الألفة ما بتحصلش. مهم جدا الكواليس. ده بيسموه كواليس. شفيق جلال الله يرحمه. بنصور غنوة كابوريا ذات نفسها، فخيري جايب كمية كابوريا في الاكسسوار فظيعة. ففي شوية حوار قبل الغنوة ما تخش يعني، فكل ما يقولوا اكشن يسمعوا صوت خرفشة غريب جدا، ايه يا جماعة الحكاية دي وبتاع، يدوروا فاكتشفوا ان شفيق جلال ماسك كابوريتين بياكلهم والصوت عمال يعمل كده. قال له ايه بتاكل الاكسسوار يا شفيق؟ قال له يا بيه احسن مبوز، ما انتم مش عايزين تصوروا. وكان الله يرحمه عليه خفة ظل فظيعة، لدرجة محسن طبعاً. احمد مرة في غنوة اللي هي شاتا تشاتشا دي اللي اسماء الاكل كلها، شفيق جلال بيرقص تشاتشا كده، فبيجي على محسن احمد مدير التصوير يعني يجي كده بالتشاتشا ويرجع كده ويقول هو كده هو. فقال هو كده محسن من كتر الضحك وقع بالكاميرا. هو دمه خفيف جدا. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه فعلا. طب حسين عايز اقول لك حاجه، انت فتحت عينك في بيت ابوك على نجوم، يعني مين كان تتمناه في السن ده؟ نجمات يعني؟ النجمات طبعا يا خبر كلهم، برلانتي عبد الحميد، مريم فخر الدين، سهير البابلي، يعني كنت هبقى محتار اتجوز متهيألي لو مثلت معاهم كنت هتجوزهم كلهم. كلهم كنت هتتجوزهم؟ كلهم، ده مش ممكن. طب ابوك كان يحب مين قوي يعني يحب يشتغل معاهم؟ عمو كان بيحب، ابويا غريب جدا يعني، هو كان يحب اللي يقوده صح، يعني اللي يعرف يقوده صح من غير ما يتعبه يقوده. لكن كان لما سأله عن نجمات زي السيدة مديحة يسري، زي كان يقول لي دول هوانم تخش قط المكياج عايز تبوس ايدهم، يعني كان يتكلم عنهم بأسلوب جميل. ما تجوزش من الوسط الفني بابا؟ لا خالص خالص. ولا حب؟ اكيد اكيد حب. طب مين؟ ما انا ما كنتش اعرف، لان انا كنت مشغول انا باللي بحبهم اوريدي. يعني كان كل واحد في طريقه يعني. لا بس برضو اكيد يعني بتبقى حاسس كان بحب مين. كان يعني لما اروح الاستوديو معايا جيرل فريند ولا بتاع، كان يقول حكايه مقاس المملكه، يا ابني هتسلك سنانك عشان رفيعين من الموضه بقى. كان انت بتحب ان الستات تبقى رفيعه؟ انا برضو المقوله بتاعت سحر اللي هي البضاعه على بعضها دي صحيح، في واحده مدملكه وحلوة وهي مدملكة، شوية شعر شتان كده على دملكة، على وش مدور، على وسط عامل كده واخد بالك. أيوة. على عينتين مسحوبين هي. حلوة على بعضها، على شفايف تخينة، ده موديل. في موديل تاني الجسم مسحوب والأطراف طويلة زي الفنان الله يرحمه بيكارما بيرسمهم. تبص تلاقيها كده في انسيابية وممكن يكون تشيك بونز دي داخلة في الحريم يعني. انا شايفاك انك انت بتوصفهم كويس قوي. احلى حاجه في الحريم انهم يتمنعن وهن راهبات. ايوه احلى حاجه في الحريم. ان اول لما تقول لا اعرف ان دي ده مبدأك يعني ولا اللي هتقول اعرف ان دي اللي مش هتعمل حاجه. ازاي يعني اللي تقول مش هتعمل يعني حاجة؟ في اغلب الظن اللي تقول لها قابليني وتقول لا دي اللي هتيجي، اللي تقول طبعا دي اللي مش هتيجي يا شيخ. صدقيني اشمعنى اهو مش عارف ليه. ده تجربه يعني، ده تكنيك، هم بيتولدوا كده، الستات بيتولدوا كده. طب ما بقول لك اعمل كتاب بقى وصف لنا المسائل دي. وبعدين على فكره يعني الستات هي كمان الناس بتنسى الحكايه دي. يعني الراجل والست هم نفس المخلوق بالملي، بس التاني قوه ارادته اكتر شويه. الست طبعا انا هسألك، والست عارفه كده فبتلعب بالراجل عشان هي تقدر تقعد في البيت تمسك تريكو كده واخده بالك لغايه لما يجي يصالحها. والتاني بقى عمال يقطع في نفسه وبتاع واخده بالك ازاي. ايوه واخده بالي. هم عندهم، ولذلك الراجل التقيل هو اللي الستات
يعني لما يكسرهم في حكاية التقل دي لأن هم تقال، لما يكسرهم بيبقى كسرهم في مقتل، وغالبا ممكن تسيبه لأنه طلع نجمه أعلى منها، طلع أتقل منها. طب ما سحر قالت لك، قلت لها اتجوزك، قالت لك طيب وهو سحر ولا اتمنعت ولا قالت؟ زي ما تقولي ان لما تاخدي حد في المرحلة الصح تشكليه ويتطبع معاكي، وانا في فرق بيننا في السن، ففي فرق خبرة، واخده بالك؟ برضو الستات تحب الحبيب اللي هو اب في نفس الوقت، يعني اللي هو اعملي وما تعمليش من غير ما يبقى سخيف، من غير ما يعني اعملي وما تعمليش الا في اللبس، إلا في اللبس تبقى كده ضايقتها قوي. والله هم الستات بيحبوا يلبسوا قوي قوي، يعملوا ضوافرهم، يعني ما تجيش في الحتة دي وتضايقهم. لكن تتكلم في اي حاجة تانية، اعملي وما تعمليش في زي ما انت عايز الا اللبس، يعني ده هم عايشين عشان اللبس. طب عمري ما صحر شكك فيك مرة؟ ما هو ده اللي عاجبني فيها، في حاله. لا ده اللي عاجبني فيها، ده اللي عاجبك فيها ايه؟ انها في انها مسكتك، انها عقله. ما عمركش عملت انا اتمسك؟ لا صعب يا فيفي. زي بقى انت ولا ايه؟ انا يعني ما اعملش الحاجات دي خالص، ما تعملش ده، ما احطش نفسي في مواقف في ستوب دايما، يعني في ضوء احمر، يعني ما تعملش ولا صعب؟ لا دور احمر للتسبيل وللملاطفه، يعني انت الراجل لازم يبقى لطيف مع الستات ومع الرجاله، وبالذات في الشغل، في البيزنس، مش تمثيل فقط لغير، ولكن في اي مهنه. لان لو انت شاطر قوي قوي ومش لطيف هيقول لك يا عم هات لنا اللطيف اللي نص ومشلنا ده. ايوه واخده بالك ازاي؟ صدقيني في ان حبوب. ايوه فزي ما ايه، ناس تقول لي مش هطلع الغردقه الا بيك، مفيش دور تقول لي هنطلع بيك، واخده بالك؟ الناس الدغيتي لا تعمل فيلم في الغردقه لازم نروح الرحله ونطبل ونغني وبتاع ومش عارف ايه. فاحنا فعلا في الوسط، وعلى فكره ده مش عيب، لان هوليود كده ويقولوا لك ايه وهم بيعملوا اختبار عايزين حد، يقول لك عايزين حد ما هواش مغرور. ايوه اول طلب كده نو ايجو تريبرز، مش عايزين واحد شايف نفسه، عايزين واحد حبوب يعمل الدور ده او يعزف في الفرقه دي. ده في الاعلانات اللي في مجلات، انت عارفه مجلات ميوزيشنز، اللي عايز يلعب جيتار بيبقى مطلوب جيتار بلاير، مطلوب مش عارف ايه، دايما يكتبوا دي ممنوع المغرورين، عايزين واحد حبوب. طب حسين تقول لي مين سلام مربع؟ قول سلام مربع لابويا الله يرحمه. كل يوم بيعدي بكتشف قد ايه انا كنت عايش مع فيلسوف كبير كمان، مش فيلسوف عادي، وادراكه وفهمه للحياة بطريقة بسيطة جدا وتلقائية جدا، منهج انا عايش بيه حتى الان. فهو فعلا سلام مربع لابويا ولامي، وانا سلام مربع مني لحسين الايمان.